الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سائلة تقول: أنا حامل وأخشى أصوم في نهار رمضان، فما الحكم؟ نقول له بالله التوفيق، الحامل في نهار رمضان وصيامها إما أنها تكون قوية وتطيق الصيام ولا تخشى على نفسها ولا على جنينها من الصيام، فيجب عليها صيام رمضان ولا تخاف عليها على نفسها. أما إن خافت على نفسها أو على جنينها من الصيام فعليها الرجوع إلى الطبيب، فإن أكد الطبيب أن هناك ضرر من صيامها سواء عليها أو على جنينها، في هذه الحالة ليس عليها صيام بل يجب عليها الفطر، لقوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعليه فيجوز لك الفطر بناء على استشارة الطبيب، وتقضي هذه الأيام متى استطعت في المستقبل. أما إن أكد الطبيب أنك بخير وأنه لا يخاف عليك الصيام أنت أو جنينك، فيجب عليك الصيام رمضان. تقبل الله تعالى منكم.